الله أرحم بك من أمك. إذا طرقت بابه وقفت عند الباب ولم تلجأ لغيره وصدقت معه، وملأت قلبك قناعة إنك محتاج إليه، وإن ما لي غيرك يا ربي ولا في أحد ألجأ إليه إلا أنت، إذا اقتنعت أنت بهذا وأصريت وقفت عند بابه، والله تقضى حاجتك مهما كبرت، والله تقضى حاجتك مهما كبرت. يقول بعض السلف: لو خيرني الله يوم القيامة إنه يحاسبني أو تحاسبني أمي، قلت: لا يا ربي أنت حاسبني، لأنك أرحم بي من أمي. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن الطرق للأبواب أن يلقى.